يعني طبعا فوز تاريخي، البطولة الثالثة في تاريخ ساحل العاج. يمكن أحداث البطولة وسيناريو البطولة من البداية كان صعب جدا، وما كانش حد يتخيل ولا يتوقع إن ده ممكن يحصل من فرقة بتلم الشنط بتاعتها من دور المجموعات على أرضها ووسط جمهورها وعلى ملعبها، ما بيقدموش مستوى جامد جدا كفرقة المفروض إن هي تاخد البطولة. مدرب بيمشي بيمسك مكانه المدرب المساعد، عندهم إصابات كتيرة بيرجعوا بسبب يعني تحديثات معينه في البطوله بالنسبه للوائح بتاعتها بجول هم اصلا ما سجلوهوش. لما المغرب كسبت زامبيا بالظبط رجعوا تاني. هم النهارده كانوا شايلين علم المغرب بعد الماتش بيلفوا بيه. يعني هم شايلين للمغرب الجميل ده يعني. فهم البطوله دي ما خدوهاش كوره كابتن كريم، يعني على ارض الواقع ككوره وامكانيات احنا كمنتخب مصر رغم ان احنا ما كناش كويسين احنا كنا افضل منهم افضل منهم، بس هم استغلوا الموقف واستغلوا الفرصه ان هم يثبتوا وجودهم بس كسبوا فرق جامده عمرو وحسام. بس بيكسب ايه يا كابتن؟ كسب السنغال، مالي، كونغو، نيجيريا في النهائي بعد ما كان في كوارث في الدور الاول. بيكسب بالاصرار وبالعزيمه وبالروح اللي موجوده في الملعب عند اللعيبه. بكسب في الدقيقه 90 الدقيقه 91 الاشواط الاضافيه في ماتش وانا ناقص منهم وانا ناقص وانا خسران كمان بقى متاخر في النتيجه بقدر ارجع وبشتغل. فده حته اللي هي اللي احنا بنقول عليها ان اللعيب بيجز على نفسه واللعيب بيتحمل المسؤوليه وعنده الشخصيه في الملعب. فطبعا فوز مستحق ان هم قدروا يعملوا كده يعني. مشوا جاسكي مدرب الفرنسي ومسك المساعد بتاعه عنده 40 سنه وقدر ينقل الكوديفوار للفوز بالبطوله. بص يا كابتن كريم، كوديفوار تحس ان هي بدات البطوله في دور 16، حسوا بالمعاناه للدور الاول وكان البطوله في ارضهم. فبصراحه عملوا، انا شايف من دور 16 بداوا البطوله، يعني لعبوا اربع ماتشات من احسن اربع ماتشات ليهم في اخر كام سنه. اللعيبه باين قوي هي مركزه، باين قوي اللي هم حسوا بالخطر، حسوا باللي حصل لهم الثلاث ماتشات ده. انا كنت حتى كمان كانوا بيقولوا اللي هم ما كانوش بيكلموا العائلات بتاعتهم وكل حاجه في الماتشات التمهيديه. لما دخلوا دور ال 16 كل اللعيبه ركزت، باين قوي اللعيبه بتلعب بروح وروح قتاليه وكل واحد عايز يأدي، كل واحد عايز يدي 100% مش 90%. فاللعيبه بانت قوي اللي بيلعبوا بحماس وبروح، حتى المدير الفني باين قوي اللي هو حتى مركز قوي معاهم المدرب الوطني، وباين قوي اللي هو عايز يلعب، عايز يلعب جوه الملعب. فبصراحه شايف ان كوت ديفوار البطوله دي يستحقوها 100%، هي ونيجيريا. بصراحه نيجيريا برضه عامل بطوله جامده جدا من اول ماتش لاخر ماتش، مستواهم ثابت، دخل فيهم اربع اهداف. بصراحه انا شايف ان هم كانوا عاملين ماتش كويس جدا. مبروك كوت ديفوار ومبروك للروح والعزيمه يعني. حسام وعمرو، يعني سؤال مشترك انتوا الاثنين تجاوبوا لي عليه في نفس الوقت، ايه الاسباب اللي خلت المنتخبات الكبيره تخرج بدري؟ اكيد في اسباب، يعني البطوله دي لازم تدرس عشان نعرف ايه الاسباب. هو خلي بال حضرتك يا كابتن، مش مصر بس، انا بتكلم على منتخبات كتير. الناس كلها للاسف على مستوى القاره الافريقيه بشكل عام واخده انطباع ان المنتخبات الكبيره ما كانتش كويسه في البطوله. المغرب قدمت بطوله كويسه، السنغال قدم بطوله كويسه وكان متصدر المجموعه بتاعته، الجزائر قدمت مستويات جيده جدا. بس هي الفكره ان المنتخبات الصغيره ما بقتش صغيره زي الاول، خلاص بقى عندها قاعده محترفين على اعلى مستوى مغطيه العالم كله، لعيبه كلها عندها طموح، عندها اصرار. انا بلعب النهارده جنب صلاح في ليفربول وبلعب هنا وبلعب هنا، فلا في طموح وفي اصرار قدرت ان هي تخلي الروس متساوى. فالملعب في النهايه هو الفيصل يعني.